سيتوجه اللبنانيون لينتخبوا مجلس نواب جديد. إطلاق أول مناظرة بين المرشحين الشباب للانتخابات النيابية اللبنانية. هيدي الطائفية بحد ذاتها. نحن مش مستعدين نروح على حروب كرمال بنعمل. عشان نهدي بعض بالحرب. كيف بدي حاسبهم إذا ما عندي نظام محاسبة؟ ما أنتوا أبداً بلا ديمقراطية. أنتوا لا حتجاوبوا والجمهور سيقرر. شباب توك، سبت 10:30 المساء على الجديد.